الحقوقية الأستاذة نهاد أبو القمصان اللي معانا على الهوا. مساء الخير يا أستاذة نهاد. اهلا، مساء الخير، ازيك يا سهير؟ ايه الاخبار؟ ازيك يا أستاذة؟ دلوقتي حضرتك قريتي التصريحات دي ازاي، وخاصة ان في ناس استغلتها، معروف عنهم الأخوانة الكاملة وطبيبات برضو، وكتبوا عن الأحوال الصعبة للحالة العامة للأطباء والطبيبات. طبعا بدل ما يقولوا إن دي حالة عامة لكل الأطباء، خصوها فقط للطبيبات. أنا شفت التصريحات بتاع الدكتورة شيرين متناقضة مع ما تحمله الدكتورة شيرين نفسها من صفات أهمها إنها نقابية. يعني أنا أفهم إنه النقابية دي شغلانتها، وخاصة إنها مش نقابية، حتى عضو نقابة عادي، ده نقيبة أطباء في القاهرة. ده معناه إن حضرتك قاعدة في النقابة ليل نهار. طب العيال فين؟ يا عيالك فين يعني؟ فالحاجة الثانية إنه لو أنت عندك مشاكل في ظروف العمل بتاع الأطباء، فدي شغلانتك إن أنت تحليها. يعني لو الأطباء بياخدوا شفتات 24 ساعة، ده أنت لازم تكوني أول واحدة تنتفض ضد ده، لأن ده انتهاك لحقوق الأطباء والطبيبات، مخالف لقانون العمل، كمان خطر على المرضى. انا لما دكتور يبقى منهك 24 ساعه، سواء راجل ولا ست، ده نستأمنه على المرضى ازاي؟ فاللي قالته الدكتوره شيرين بالنسبه لي هو يعني على المستوى الانساني غير مقبول بالمره، على المستوى النقابي هي بناء عليه لازم تقدم استقالتها، لان ده معناه انها كنقابيه فاشله في تحسين حياه الاطباء، فاشله في حمايه الاطباء. فبدل ما تقول احنا كنقابه هنعمل لكم واحد اتنين تلاته، ولو حد منكم كطبيبات قابل مشاكل يجي لنا في النقابه علشان نحلها له، او نضغط على المستشفيات انها تلتزم بقانون العمل وتلتزم بحقوق الانسان وتلتزم بحقوق الاطباء باعتبارهم بشر. لا، والنبي كل واحد يحل مشكلته مع نفسه، ولو عندك مشكله ما بين الشغل والعيال اقعدي جنب العيال. وتطلع واحدة تانية طبيبة تقول لك أيوه أصل أنا بشتغل في دولة عربية، شوفوا الحضانة في المستشفى عاملة إزاي، فكنت بتطمن على عيالي. إنما أول ما اشتغلت في مصر كنت بشتغل، الحضانة لما نزلت لقيتها مقرفة. طيب حضرتك، ما هو تحسين الحضانة اللي في المستشفيات دي شغلانة الدكتورة شيرين وشغلانة النقابة. طيب يعني انا استاذه نهاد، عشان هي الدكتوره شيرين طرف غائب معانا، احنا حاولنا نتصل بيها وكان التليفون مغلق، ما توفقناش ان احنا نوصل لها. هي دفعت عن نفسها وقالت ان هي كانت بتقول القصه دي ارتجاليه، وانها ما تقصدش، وان الناس كبرتها، وان هي بتحب تكون صريحه مع الناس، وان في النهايه كل واحد شايف حياته وهو ادرى بيها. لكن هي القصه مش بس اللي هي قالته، القصه اللي اتبنى عليه يا استاذه نهاد، هي اللي اتبنى عليه ان احنا شفنا في صفحات اساتذه في الطب معروف جدا انهم اخوان وستات، واستغلوا القصه دي استغلال سيء جدا. فعن واقع زي ما حضرتك بتقولي، الواقع العملي للاطباء في مصر سواء كانوا ستات او رجاله، وركزوا اكتر على الستات. ما هو الفكرة مش انه كلام الدكتورة شيرين ارتجالي او مقصود، هو حتى لو ارتجالي هو بيعكس عدم فهم لدورها هي كنقيبة. يعني انا لو طبيبة وعايزة اتخصص في جراحات دقيقة وعملوا تمييز ضدي في المستشفى، انا هلجأ لمين علشان يحل لي هذا المشكلة؟ هلجأ لنقابتي، فهروح لمين؟ للدكتورة شيرين، اقول لها دول بيميزوا ضدي علشان انا امه، وبيقولوا لي ما ينفعش تتخصصي في جراحات دقيقه علشان انت مش فاضيه لنا. تقوم الدكتوره شيرين في الحاله دي هترد عليها تقول لي ايه؟ او النبي عندهم حق، مش كده؟ لا، وهو ده رايها حتى الارتجالي. طبعا، لان ممكن دي تبقى قناعه شخصيه ودي حاجه مؤسفه يعني. فده متناقض مع منصبها هي كعضو في النقابه. التناقض الاخر هو فكره ان حضرتك بتشغلي اربع وظائف، ام وطبيبه وعضو نقابه وعضو مجلس قومي للمراه. اما انت تقريبا كده مع كل احترامي حريصه على انك تبقي في كل هذه المناصب، ليه مستكتراها على البنات الصغيره اللي طالعه من الكليات وتقولي لهم بيتك ثم بيتك؟ هو مين قال ان في تناقض بين
ان انت تنجحي ويبقى عندك طموح وان بيتك واولادك يبقى زي الفل. بالعكس في قيمه مضافه للعمل لانه بيساعد الست على انها تتعرف على الناس ويبقى عندها شبكه اتصالات وانماط مختلفه من البشر، وده بيساعدها في انها تربي اولادها انهم اقوياء. فيما يتعلق باستخدام السيء لما قالته الدكتوره شيرين، طبعا لازم يفتح الباب لكل الاستخدامات السيئه. مش بس كده، انا بقول لك واحده من الاخوان قاعده بتزايد تقول لك انا في مستشفى، دول ما سابوش شغلهم دقيقه، يعني هو حلال عليكم ان حضرتك تبقي دكتوره وناجحه وبتقولي بقى في بلد تانية اصل الحضانات الاطفال كويس. طب وانت سبتي ولادك ليه في حضانه اطفال يا دكتور؟ سبتيهم ليه مع مربيه في حضانه اطفال لما انت مش مقتنع؟ انما في مصر وحشه، طيب ما هو يبقى كده دور النقابه انها تخلي حضانات الاطفال اللي في المستشفيات كويسه. فهي ما فيش حاجه اسمها، يعني الحقيقه انا اتصدمت ومحبطه جدا، لانه مش معقوله نقعد نشتغل سنين طويله في دعم المراه في صناعه القرار وفي المشاركه في صناعه القرار والوصول للبرلمان والوصول لمجلس الشيوخ والوصول للنقابات اكتر من 20 سنه نضال، وبعد كده تجيلنا ناس حتى مش مكلفه نفسها تعرف دورها ايه، هي بتقول كلام عن دورها هي كنقابيه. احنا بنشكرك يا استاذه نهاد، ودايما للاسف في حاجات بتاخدنا تاني للتاكيد ان احيانا كثيره المراه هي عدو المراه.